أهلا بكم في مطروح للنقاش. خطوة جديدة يخطوها الاتحاد الأوروبي نحو تطوير صناعته الدفاعية عن طريق تعزيز إنتاج وامتلاك الأسلحة بشكل كبير داخل التكتل بحلول عام 2030 في ظل مناخ سياسي متوتر مع روسيا لاستمرار المعارك في أوكرانيا وتهديدات متبادلة بين الجانبين الغربي والروسي بتصعيد في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ أكثر من عامين، وترقب أوروبي لنتائج الانتخابات الأمريكية وتداعيات هذه الانتخابات على ملامح المشهد داخل حلف الناتو في أعقاب تصريحات دونالد ترامب بتشجيع روسيا لمهاجمة دول الناتو التي لا تفي بالالتزامات المالية تجاه الحلف. ومن هنا تجددت طموحات أوروبا بتقديم مقترح حول استراتيجية دفاعية جديدة تمنح التكتل الأوروبي فرصة لبناء نظام دفاعي مستقل وتدعم خطط الدول الأعضاء في رفع إنفاقها العسكري، ولكن ربما هذه الخطوة تواجه عدة تحديات بداية من التوافق داخل الاتحاد وصولا إلى قدرة الاقتصادية لتحمل هذه الميزانية الدفاعية الجديدة. هل تبحث أوروبا عن الاستقلال الاستراتيجي بعيداً عن الولايات المتحدة؟ هذا هو سؤال وموضوع مطروح للنقاش. نذهب الآن لمتابعة هذا المؤتمر لنيكي هالي. نتابع. ليس لدي أي ندم، على الرغم من أنني لست مرشحة، أستخدم صوتي إلا للأشياء التي أؤمن بها. الديون ستؤثر على اقتصادنا. الاقتصاد الجيد أمر ضروري للحرية ولمستقبلنا. الكونغرس به عديد المشاكل. السياسيون الجيدون نحن بحاجة لهم الآن. الوقوف بجانب حلفائنا في أوكرانيا وإسرائيل وتايوان أمر ضروري. إذا تراجعنا سيؤدي هذا إلى مزيد من الحروب وليس أقل. بينما نقف إلى جانب الحرية يجب أن نتضافر كأمريكيين. يجب أن نبتعد عن الانقسام. سنحث على هذه القيم. أنا أتمنى أن أحصل على الشرف لأكون الرئيسة. ترامب سيكون مرشح الجمهوري وأتمنى له التوفيق. أتمنى التوفيق لأي كان من كان سيكون الرئيس القادم لأمريكا. كنت دائما من الحزب الجمهوري المتحفظ. لا يجب أن نتبع القطيع. الأمر متروك لترامب لاكتساب الأصوات وأتمنى أن يفعل هذا. السياسي الجيد هو من يجذب الأصوات لقضيته ولحملته ولا ينفرهم. هذا هو وقت اختياره. أنهي حملتي بالطريقة ذاتها التي بدأتها بها.
أحيي كل من آمنوا ووثقوا في حملتنا. لا تخافوا ولا تشعروا بالإحباط في هذه الحملة. رأيت عظمة الولايات المتحدة من أعماق قلبي. شكرا للولايات المتحدة، شكرا للشعب الأمريكي. إذن مشاهدينا، كنا نتابع هذا المؤتمر الصحفي لنيكي هالي والذي تطرقت إلى العديد من التصريحات. طبعا هي منافسة ترامب في الترشح عن الحزب الجمهوري، وذلك بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. والانتخابات الرئاسية الأمريكية ليست بعيدة عن موضوع حلقة اليوم من مطروح للنقاش، لأن هناك ترقب أوروبي لنتائج هذه الانتخابات الأمريكية وتداعيات هذه الانتخابات الأمريكية والنتائج الخاصة بها على ملامح المشهد داخل حلف الناتو. تطرقت هالي إلى العديد من التصريحات، أبرز هذه التصريحات أن الديون ستؤثر على الاقتصاد الأمريكي، ومن الضروري العمل على اقتصاد جيد لتأمين المستقبل الأمريكي. أيضا قالت الوقوف إلى جانب حلفائنا أمر ضروري، وإذا تراجعنا سيؤدي ذلك إلى مزيد من الحروب. ذكرت أيضا نيكي هالي أن ترامب سيكون مرشح الحزب الجمهوري وتتمنى له التوفيق وللرئيس القادم للولايات المتحدة. وذكرت أيضا في هذا المؤتمر الصحفي والذي كان به يعني ليس الكثير من التصريحات، ولكن تصريحات هامة، حيث أعلنت إنهاء حملتها للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية. وهنا يستدعي السؤال، لماذا هذا التوقيت وانعكاسات أيضا هذه الخطوة سواء على الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو على موضوع حلقة اليوم أيضا بشكل عام، أوروبا والتي تبحث عن الاستقلال الاستراتيجي بعيدا عن واشنطن. إذن أرحب بضيوفي، بداية من القاهرة دكتور حسام البقيعي خبير العلاقات الدولية، ومن أيضا لندن السيد نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في الناتو. أبدأ من القاهرة دكتور حسام، كنا نتابع هذا المؤتمر الصحفي، كيف ستنعكس هذه الخطوة بالطبع على الانتخابات الأمريكية ومنها على موضوع حلقة اليوم وفكرة محاولة بحث أوروبا عن الاستقلال برأيك؟ الحقيقة أن فكرة الاستقلال الأوروبي فكرة قديمة لم تكن وليدة اليوم، أو المشكلات التي يعاني منها النظام الدولي في الوقت الحالي. هذه الفكرة جاءت وظهرت في الخمسينات من القرن الماضي بعد الحرب العالمية الثانية، وبداية عودة أوروبا إلى حالتها الطبيعية بعد طبعا ما نتج عن الحرب العالمية الثانية، ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء عصر الإمبراطوريات، الإمبراطورية البريطانية طبعا والبريطانية والفرنسية، خاصة بعد عام 56 عندما أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول الثلاث على الخروج من سيناء بعد العدوان الثلاثي على مصر. في هذه الفترة بدأت فكرة الاستقلال الأوروبي أو محاولات الاستقلال الأوروبي عن حلف الأطلنطي وعن الحماية الأمريكية، خاصة بعد أن شعرت الدول الأوروبية بأن الولايات المتحدة الأمريكية بتشجعها للاستقلال العديد من الدول على مستوى العالم، الاستقلال عن الإمبراطورية البريطانية والفرنسية، أنها تضعف هذه الدول وتحاول بشتى الطرق أن ترث هذه الإمبراطوريات. طبعا شفنا عصر الرئيس ديجول، وكان طبعا كان واضح جدا الرغبة والنزعة الاستقلالية عن الاتحاد الأوروبي عن الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الحد الذي أدى به إلى عدم إلى مطالبة بخروج قوات الناتو من فرنسا، وطبعا أخذ القرار بشكل نهائي عام 66. والحقيقة طبعا الانتخابات الأمريكية اللي جاية طبعا اللي بتظهر بعد استطلاعات الرأي الكثير منها تقدم شعبي، تقدم الرئيس السابق ترامب في استطلاعات الرأي. الحقيقة أنا عايز أقول إن الرئيس ترامب طبعا الولاية الأولى له من 16 ل 20 كانت العلاقة بينه وبين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وطلب الدول الأوروبية بتحمل تكاليف الدفاع عنها. لم يكن الرئيس الأمريكي الأول الذي طلب بهذا الأمر، فهذه المطالبات من الرئاسة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية موجودة منذ السبعينات، لكن كانت طبعا واضحة جدا في عصر الرئيس ترامب. أعتقد الاتحاد الأوروبي مطالب الآن بالاستعداد للفترة الرئاسية الثانية للرئيس ترامب، التي أعتقد أنها ستكون امتداد للعلاقة التي لم تكن تعاونية بشكل مطلوب مع الرئاسة الأمريكية. صحيح. طيب
قبل أن أذهب إلى ضيفي الآخر، هل انضم إلينا ضيف آخر؟ بعد قليل سينضم إلينا ضيف آخر، ولكن أذهب إلى لندن. سيد نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في الناتو، ولكن نذهب الآن بدايتين قبل أن نذهب إليك سيد نيكولاس، نذهب لمؤتمر محمد سالم وزير خارجية موريتانيا وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية نتابع. يمكنني القول أنه العمل المكثف الذي دار خلال اليوم كان أساساً مركز على القضية الفلسطينية. في ضوء الأحداث بالغة العنف والسوء اللي احنا بنشهدها حول غزة، ومع ذلك يهمني إطلاع الإعلام العربي على مسار اليوم، كيف تناول المجلس الوزاري وأعضاؤه كافة المسؤوليات. فبدأ اليوم بانعقاد لجنة الصومال، هي لجنة اتصال مصغرة صدر بها قرار للأمين العام بتشكيلها من دول محددة، وهي مشكلة لجنة الصومال مشكلة من البحرين وجيبوتي والسعودية ومصر وموريتانيا إضافة إلى الأمين العام. وهذه اللجنة تناولت وضعية الصومال واستمرار رفض الصومال المنطقي المفهوم لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصومالي لاند، إقليم صومالي لاند. واللجنة المصغرة طرحت على المجلس الوزاري مشروع بيان للمجلس الوزاري تبنيه وتم اللازم. وهذه اللجنة خلال عملياتها أعادت التأكيد على دعم أمن واستقرار وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم الصومال في مواجهة تهديدات الاعتداء على سيادته، والتي صدر بها قرار عن مجلس الجامعة في يناير الماضي. وصدر أيضا قرار جديد عن هذا المجلس تحت عنوان دعم جمهورية الصومال الفيدرالية. والمجلس الوزاري في خلال اجتماع التشاور كلف الرئاسة بتحركات قادمة سنشهدها في خلال الأيام والأسابيع القادمة. اجتمعت لجنة أخرى، اللجنة المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية الدول العربية. واللجنة في أدائها لعملها، هذه اللجنة الرباعية هي من البحرين والإمارات والسعودية ومصر والأمين العام، رصدت هذه اللجنة ورفعت إلى المجلس الوزاري أن هناك تطورات إيجابية في العلاقات بين تركيا والدول العربية، ودي ملحوظة يهمني الإشارة لها، هناك تطورات إيجابية في العلاقات بين تركيا والدول العربية، وقررت الإبقاء على مراقبة هذا التطور الإيجابي والمهم وضمان استمراريته في المستقبل. وصدر قرار مختصر جدا من سطرين باستمرار هذه اللجنة في المتابعة، وده تطور يعني لافت. اجتمع المجلس الوزاري والحضور كان طيب للغاية اليوم في اجتماع تشاوري لمناقشة قضايا محددة. هذا الاجتماع التشاوري حضره كل وزير على حدة بدون أي معاونين أو مساعدين، وبالتالي أتاح فرصة كبيرة جدا للتبادل الآراء الصريح والتحدث في كل المسائل. مسألة
إثيوبيا ومذكرة التفاهم كانت مطروحة، ماذا ينبغي للدول العربية القيام به؟ وهناك مثلما قلت تكليفات مطروح، وأيضا طرح موضوع آخر، موضوع الأرجنتين وحديث رئيس الأرجنتين عن فتح سفارة للأرجنتين في القدس. وهناك تكليفات صدرت ونقاشات دارت وتحليل للوضع، تحليل وتحليل عميق يعكس الفهم الدقيق للآليات الأرجنتينية الداخلية بهذا الموضوع. بحث أيضا الموضوع لجوء الفلسطينيين والجامعة العربية إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل وكيفية تعزيز الجهد الفلسطيني العربي في هذا الصدد. بحث موضوع المحكمة الجنائية الدولية والدعوة اللي رفعتها حكومة جنوب أفريقيا وكيف يمكن للعرب المساهمة فيها ودعمها والمشاركة في كشف كل ما وقع من مذابح وعملية الإبادة اللي بتمارسها إسرائيل. فدي كلها كانت مسائل، بالإضافة طبعا إلى حتى بحث تنظيم العمل خلال هذا الاجتماع وتنظيم العمل في مستقبل الأيام للمجموعة العربية. وكشف هذا الاجتماع التشاوري عن فائدة كبيرة جدا تدعو الجميع للتمسك بهذا النهج، أسلوب التشاور، لأن التشاور الوزراء أمضوا حوالي ساعتين كاملتين يتناقشوا في مسائل كثيرة جدا بمفردهم. زي ما بقول القضية الفلسطينية كان استحوذ الكثير من المناقشات. وفيما يتعلق بكلمات الوزراء، صحيح سلموها للأمانة العامة بناء على توافق فيما بينهم أنه نركز على حديث وزير خارجية فلسطين وحديث الأمين العام باعتبارهم دول بيمثلوا، بالإضافة للرئاسة والرئاسة السابقة، لهذا الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية. صدر في موضوع فلسطين 8 قرارات تغطي كافة القضايا والمسائل المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي. أخيرا طبعا صدر مجموعة كبيرة من القرارات التقليدية اللي هي متكررة أو في إضافات على قرارات سابقة، شيء يعني هيحتاج من كل واحد من رجالات الأعلام وسيداته أنه يمضي ليلة كاملة لقراءة هذا الملف، وهو ملف مفيد يكشف فلسفة العمل العربي. يعني بعض البشر، بعض الناس تقول إيه؟ ما هي قرارات حدش؟ لا، دي بتعكس مفاهيم وبتعكس سياق عام لمرحلة تاريخية هي اليوم وعام أو عامين مضيا وعام أو عامين أو 3 أو 5 قادمة. هذا كله هو جهد اليوم، وتمنياتي لكم بالتوفيق دائما. شكرا. مساء الخير يا فندم.
طبعا تحياتي لجهودكم. علي صوتك أرجوك. مساء الخير سوسن أبو حسين، مدير تحرير مجلة أكتوبر. في الحقيقة أنا عايز أعرف ماذا بعد هذا الاجتماع، هل هناك خطة تحرك عربي تنفذ الثماني توصيات أو القرارات اللي صدروا عن هذا الاجتماع بالنسبة للشق الفلسطيني؟ بالنسبة للشق الفلسطيني هل في قرارات لترجمة تنفيذ الثماني قرارات اللي صدروا عن هذا الاجتماع؟ هل في خطة تحرك عربي محددة؟ السؤال لسيادة الأمين العام ومعالي الوزير. يعني أستطيع أن أنا أؤكد لك أن السفير حسام. إذن مشاهدين استمعنا لكلمة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجماعة الدول العربية مع وزير خارجية موريتانيا محمد سالم، حيث أكد أبو الغيط على أهمية دور العرب في وقف المذابح التي ترتكبها إسرائيل بحق أهالي قطاع غزة، مؤكدا على أهمية التشاور بين وزراء الخارجية العرب مع الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية، مؤكدا صدور عدد من القرارات المعنية بالقضية الفلسطينية التي تكشف فلسفة العمل العربي وتعكس السياق العام للمرحلة التاريخية التي تمر بها القضية. كما تطرق أيضا السيد أبو الغيط إلى العديد من التصريحات في ملفات وموضوعات هامة، منها بالطبع ذكر الاهتمام العربي كما ذكرنا الآن، وأن الأحداث في قطاع غزة على حد وصفه بالغة العنف والسوء، كما أكد دعم أمن واستقرار الصومال وسيادة أراضي، وأيضا ذكر أن هناك تطورات إيجابية في علاقات تركيا مع الدول العربية، وكان هذا جانب من هذا المؤتمر الصحفي للأمين العام للجماعة العربية ووزير خارجية موريتانيا محمد سالم. إذن مشاهدين العديد من التطورات حول العالم، وكل هذه التطورات بالطبع نتابعها على شاشة القاهرة الإخبارية. ونعود لموضوع حلقة اليوم المطروح للنقاش، وهو هل تبحث أوروبا عن الاستقلال، تبعات وانعكاس هذه الخطوة وإلى أي مدى ستطبق تحديدا؟ مرة أخرى أرحب بضيوفي من القاهرة دكتور حسام البقيعي خبير العلاقات الدولية، ومرة أخرى من لندن السيد نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في الناتو، كما ينضم إلينا من واشنطن دكتور سميرة تقي مدير مركز الشرق الأوسط للبحوث، ومن شيكاغو كريك كادز الباحث في الشؤون الأمريكية. أهلا بكم ضيوفي الكرام. استمعنا منذ قليل إلى رأي دكتور حسام، فاسمح لي أن أعود إلى لندن سيد نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في الناتو. إذن حلف الناتو يعاني انقسام حاد منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية بشأن حجم الدعم المقدم لأوكرانيا تحديدا، حجم المساهمة في الإنفاق الدفاعي للحلف. هل بميزانية أوروبا الجديدة وتصريحات ترامب يصبح مستقبل الحلف مهددا؟ لا أعتقد ذلك. تحياتي للمشاهدين، شكرا للدعوة للاستضافة. لا أعتقد أن الحلف مقسم، ولا أعتقد أن الدعم لأوكرانيا أدى إلى هذا. المشكلة تكمن في أن هناك بعض الشكوك بسبب السيد ترامب، لأن ترامب هو شخص لا يمكن توقع خطوته القادمة، ولديه شكوكه إزاء الحلف. أوروبا والأعضاء في الحلف يريدون للحلف أن يستمر، ولكنهم لا يريدون وجود الأفعال غير المتوقعة. طيب قبل أن أذهب صحيح قبل أن أذهب إلى دكتور سمير، أيضا لربط كافة الموضوعات والملفات، أيضا استمعت إلى مؤتمر صحفي لنيكي هالي معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. كيف لهذه الخطوة أيضا أن تؤثر، سواء كانت بوجهة نظرك إيجابيا أو سلبيا، على فكرة استقلال أوروبا بشكل عام؟
يبدو أن هناك مشكلة ما في الصوت. سأعود إليك سيد نيكولاس، ولكن أذهب إلى دكتور سميرة تقي مدير مركز الشرق الأوسط للبحوث. أهلا بك دكتور. إذن المقترح الأوروبي الخاص بالميزانية الدفاعية يهدف لتوفير 50% من المعدات العسكرية التي تطلبها الدول الأعضاء من الصناعة الأوروبية تحديدا بحلول 2030. لماذا قدم الاتحاد الأوروبي مقترح بشأن إنتاج وامتلاك الأسلحة في الوقت الراهن؟ وبالطبع سيكون هناك ربط بكافة الأحداث وانعكاسات الأحداث المتسارعة في العالم على هذه النقطة. أولا سيدتي أتشرف بك وبجمهورك الكريم. عمليا في اعتقادي بأن لا شيء يوحد أوروبا مثل الخطر الروسي، ولا شيء يجعل الولايات المتحدة قادرة على تقديم دعم معين قوي لأوروبا بقدر الخطر السوفيتي أو الخطر الروسي. بمعنى أن أوروبا لا تستطيع منفردة أن تجابه القدرات العسكرية الاستراتيجية لروسيا، ولكنها بالمقابل تشعر بالخطر من روسيا، لأنها لو أن أوكرانيا انهارت فهذا يعني أن أوروبا بكاملها سيكون ثمة مسدس أو مدفع في رأسها، بمعنى هيمنة كاملة لروسيا على أوروبا، بسبب أنه كان هناك نوع من التراخي الأوروبي العام في النظر للوضع الاستراتيجي والاعتقاد بأن العلاقات الاقتصادية مع روسيا وغيرها من الدول هي كفيلة بمنع الحروب، الأمر الذي ثبت لعدة مرات بما فيها في الحرب العالمية الأولى أن هذا الكلام خاطئ جدا، وأن القضايا الجيوستراتيجية تبقى هي الأساس. إذن نحن أمام ظاهرة هو أن الولايات المتحدة ترغب في أن سواء كان بايدن أو ترامب، يجب أن ندرك بأن في نهاية الأمر في القضايا الاستراتيجية الكبرى المؤسسة الأمريكية وليس الرئيس منفردا مهما كان. حتى عندما كان هنا ترامب كان موجود رئيسا ولم يستطع أن يبدل بشكل جذري بنية يعني الهدف واحد، الطريقة ربما تختلف. نعم أي بالضبط، البصمات الفردية لا تتجاوز يعني، أو الرئيس الأمريكي هو بالمقارنة مع الرؤساء الآخرين هو أضعف رئيس بسبب وجود عدد كبير من المؤسسات وما يسمى بالديب ستيت والمؤسسات العسكرية والكونغرس وكل هذه الأجهزة التي تضبط ولا تجعل يعني، هو بالتالي خلق الدستور الأمريكي لكي يجعل المؤسسات هي التي تسيطر وليس الأفراد. وبالتالي أنتقل للفكرة التي طرحتها سيدتي فيما يتعلق بأوروبا، بلا شك أنها تشعر بأن عليها أن تطور صناعتها العسكرية والدفاعية بحيث لا تكون في اللحظة الأخيرة منوطة بقرار أمريكي هنا وهناك، ولكن هذا لا يؤدي إلى تضعضع الحلف برأيي أنا، بالعكس تماما هو يؤدي إلى الاعتراضات التي كانت موجودة من الولايات المتحدة الأمريكية على تراخي الموقف الأوروبي من قضية الأمن ومن قضية روسيا والعلاقة معها بما فيها الأوستي بوليتيش التي كان يتبناها السيدة ميركل. وبالتالي كل هذه الاعتراضات الآن تتبلور في إطار تغيير بنيوي في الشراكة، تغيير بنيوي يؤدي لدور أكبر لأوروبا في تحديد عدد من الاستراتيجيات الكبيرة بما فيها قضية طريق التوابل، بما فيها قضية تطوير الصناعة العسكرية الأوروبية بحيث تستطيع التصدي للمخاطر التي يطرحها السياسة العدوانية لروسيا بالنسبة لأوروبا، التي هناك قناعة كبيرة بأنه ما أن يصل الرئيس بوتين إلى حدود بولونيا فهو لن يقف عند هذا الحد، وأن هناك عدد من المواقع الاستراتيجية التي سيحتاج أن يحتلها، وبالتالي هناك شعور كبير بالخطر. وحينما بدأ شعور بأن السيد ترامب سوف يمكن أن يبدل أو يقلل أو يعني يجعل نوع من العطش في التزويد لتزويد أوكرانيا، كان من الضروري لأوروبا أن تأخذ، وعلى عكس ما كان أن تأخذ زمام مبادرة، وعلى عكس ما كان يقال في الماضي بأن أمريكا هي التي جرت أوروبا، الآن أوروبا هي التي تملأ الفراغ الناجم عن حالة الاعتلال في الوضع الأمريكي.
بهذه النقطة أذهب إلى شيكاغو وسيد كريغ، وأنت باحث في الشؤون الأمريكية، وبهذه النقطة التي تطرق إليها دكتور سمير منذ قليل، وأيضا تأكيد المفوضية الأوروبية أن مقترح ميزانية أوروبية دفاعية يهدف لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة بشكل كبير. كيف تنظر الإدارة الأمريكية إلى هذه الخطوة تحديدا؟ Yes. نعم، المفوضية الأوروبية اقترحت 1.6 مليار دولار من الاستثمارات في إنتاج الأسلحة. هناك قلق لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في الالتزام بالحلف والدفاع الأوروبي. هذا من بعض التداعيات لما يحدث في الولايات المتحدة مؤخرا، وأيضا التهديد الصادر من إعادة انتخاب ترامب. ترامب أوضح رأيه بشأن الحلف، وهذا الشيء يقلق الاتحاد الأوروبي. عديد الأمريكيون أيضا قلقون إزاء هذا. رحيل من القيم الجمهورية لعقود مضت وتغيير وجهة النظر. الاتحاد الأوروبي لديه كل الحق في القلق إذا تم إعادة انتخاب ترامب. وعلى الصعيد الآخر، الرئيس بوتين أوضح أنه سيكون سعيدا إذا عاد ترامب للبيت الأبيض. ترامب أوضح أنه معجب برئيس بوتين، وهو موقف غريب في الولايات المتحدة لأنها ضد كل سياساتنا لعقود عديدة، وهذا يقلق عديد الناس حتى في الحزب الجمهوري. مع الأسف الحزب الجمهوري عديد السياسيين والقادة خائفون من استفزاز ترامب. يعني قبل أن نخرج من هذه النقطة وأذهب إلى دكتور حسام، يعني في هذه النقطة تحديدا دكتور سمير يقول أنه الأسماء تتغير ولكن الرؤية واحدة، بعيدا عن ترامب أو بعيدا عن بايدن ستكون الاستراتيجية والرؤى واحدة باختلاف الأسماء، السياسة واحدة، هل تتفق مع هذا الرأي؟ نعم، هي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عملت منذ فترة كبيرة على خروج روسيا أو عدم تنامي العلاقات الروسية الأوروبية بشكل محدد، لدرجة أن الرئيس ماكرون منذ شهور أشار إلى أن اتباع أوروبا لأمريكا وخروج روسيا من أوروبا كان خطأ استراتيجي كبير في القرن 21. فقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية طوال بعد انتهاء الحرب الباردة على خروج روسيا وعدم تمكنها من تنامي العلاقات مع الدول الأوروبية. وده واضح طبعا من تفاوت الرؤى والعلاقات الأوروبية مع روسيا. فقد حاول الرئيس ماكرون قبل الحرب في أوكرانيا عند زيارته إلى موسكو أن يحاول أن يحدد نوع من الموقف المختلف عن الموقف الأمريكي، وشاهدنا ذلك أيضا عند إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على بقاء حلف الناتو بعد انتهاء حلف وارسو الذي كان الباعث الأساسي في تكوين الحلف. فقد عملت الولايات المتحدة رغم اختلاف الرؤساء في الفترة من بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الآن على إفساد العلاقة ما بين أوروبا وروسيا، وشاهدنا ذلك طبعا في مجالات عدة، منها مجال الطاقة مثلا، فخط غاز نورد ستريم 2 الذي كان يربط روسيا بأوروبا فقد تم تدميره والتحقيقات ما زالت جارية. لكن من خلال الاستفادة الكبيرة التي شهدناها الولايات المتحدة الأمريكية فأصبحت هي المورد الرئيسي للغاز لأوروبا بأربع أضعاف حسب ما ذكر الرئيس ماكرون، حسب أضعاف السعر الذي كانت تورد به روسيا لأوروبا.
أنا سأعود لاستكمال هذا النقاش، ولكن اسمحوا لي ضيوفي الكرام وأيضا مشاهدينا أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود لاستكمال مطروح للنقاش. بعد ميزانية أوروبا الدفاعية، هل يتأزم الوضع بين ضفتي الأطلسي وسط تصاعد التوترات بين الغرب وروسيا وتهديدات المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بتخلي بلاده عن أوروبا في المسائل الدفاعية في حال عدم الالتزام بتعهداتها تجاه حلف الناتو؟ تقف القارة العجوز حائرة بين الاستقلال الاستراتيجي والتوجه الأطلسي في ضوء سباق التسلح العالمي الذي ترتفع وتيرته بشكل غير مسبوق منذ نحو عامين. المخاوف الأوروبية من أي تحول جديد محتمل في سياسات حلف الناتو الأمنية ربما ترجح فكرة بناء نظام دفاعي مستقل عن واشنطن وخارج مظلة الحلف. لذا خرج مقترح أوروبي جديد بشأن توفير نحو 50% من المعدات العسكرية التي تطلبها الدول الأعضاء من الصناعة الأوروبية بحلول عام 2030 بهدف تقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية، لا سيما وأن نحو 70% من الأسلحة التي اشتراها الأوروبيون لمساعدة كييف في حربها الراهنة كانت واشنطن مصدرها. الطرح الأوروبي بشأن التخلص من التبعية الأمريكية في الأمور الدفاعية ليس بالجديد، إلا أن تصريحات المسؤولين الأوروبيين الأخيرة كشفت عن وجود رغبة حقيقية هذه المرة لإطلاق مشاريع أوروبية حول الصناعات الدفاعية، إذ أشارت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية ماغريتي فيستيجر إلى ضرورة تحمل الاتحاد مسؤولية أمنه بجانب التزامه الكامل نحو الناتو بشأن المساهمة في الإنفاق الدفاعي. هذه الرؤية توافقت أيضاً مع دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إلى الأوروبيين للاستيقاظ من حالة الجمود العسكري التي سيطرت عليهم لنحو 3 عقود. كيف ستصبح العلاقات بين ضفتي الأطلسي في ضوء استراتيجية أوروبا الدفاعية الجديدة؟ هذا التقرير أوضح العديد من النقاط الهامة والمعلومات أيضاً الهامة. أذهب بإحدى هذه المعلومات، واحدة من هذه المعلومات، إلى لندن. وسيد نيكولاس، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية كما استمعنا في هذا التقرير أورسولا فوندرلاين إلى تحديداً كما ذكر، دعت الأوروبيين للاستيقاظ من حالة الجمود العسكري التي سيطرت عليهم لنحو 3 عقود. برأيك كيف تصبح إذن العلاقة بين ضفتي الأطلسي في ضوء استراتيجية أوروبا أو استراتيجية أوروبا الدفاعية الجديدة؟ الأوروبيون قلقون على جانب، يودون الاستقلالية من الولايات المتحدة، يودون الاعتماد عليها، وأيضا يرغبون في مساعدة من الولايات المتحدة في ردع روسيا وإدارة الموقف الأمني في أوروبا. وأعتقد أن الأوروبيين يفكرون على المدى الطويل. هذا الإعلان من أورسولا فوندرلاين هو لبناء قدرات أوروبا العسكرية من وجهة نظر صناعية، وأعتقد أنه في ظل وجود قاعدة صناعية أكبر وأقوى بإمكان أوروبا أن تنمو واثقة دون الاعتماد على الولايات المتحدة. ولكن أوروبا الشرقية أقوى في دعمها للرابط الأوروبي الأمريكي أكثر من الغرب الأوروبي، خاصة في فرنسا. ولا يمكنني أن أرى كيف
أوروبا الشرقية أن تثق في فرنسا أو أن تثق غرب أوروبا أن تثق في الولايات المتحدة للدفاع عنه. المشكلة لا تكمن في القدرات أو القاعدة الصناعية شرق أوروبا لهم صوت قوي في الحلف وفي الاتحاد الأوروبي لن يترددوا في المضي قدما بالتوافق مع أورسولا فوندرلاين. أذهب أيضا إلى دكتور سمير. هناك تأكيد من نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يجب أن يتحمل مسؤولية أمنه بجانب التزامه نحو الناتو. هل نستطيع القول أن أوروبا تستطيع أن تحقق هذا التوازن بين بناء نظام دفاعي مستقل والوفاء بالتعهدات في الناتو؟ سيدتي، هذا أمر تراكمي وتطوري، بمعنى أن هذا الموضوع لكي يتحقق يحتاج بالتقديرات الأوروبية بين 10 إلى 15 عاما، وإلى أن يتم ذلك سيتبدل الكثير. لذلك دول أوروبا الشرقية هي التي تخاف وتقول للغربي، لكل من ألمانيا وفرنسا بشكل أساسي وإيطاليا، أنكم إلى أن تستعدوا بشكل جيد وتخلقوا نظام دفاعي أوروبي يكون شريك للنظام الأمريكي على المستوى العالمي، فإنني مضطرة أن أراهن أكثر بكثير على القدرات العسكرية الأمريكية. يجب أن لا ننسى هنا بأن عمليا ما تتحدثت عنه السيدة فوندرلاين هو أمر يطابق تماما المطالب الأمريكية القديمة ومطالب الرئيس ترامب بالذات، بالرغم مما يمكن أن يشكله الرئيس ترامب وحضوره من أضرار على التحالف، ولكن في الحقيقة هذا أمر كان يؤجله الأوروبيون، يؤجلون يعني بسبب الوضع الاقتصادي في أوروبا وبسبب طبيعة ونموذج النظام الاقتصادي الذي يعتمد على منح يعني منافع كبيرة للمواطنين، وهناك حاجة كبيرة لتطوير النموذج الاقتصادي الألماني والفرنسي، وكل ذلك كان هنا يفرض إلى حد بعيد على أوروبا أن لا تخصص مخصصات مالية للدفاع، ولكن الآن هذه أصبحت ضرورة قصوى، وهذا سيسرع التطور الاقتصادي في أوروبا في اتجاه المزيد من تطوير دور القطاع الخاص وأيضا التوظيفات التي تقوم بها الدول بالذات في مجال الدفاع. يجب أن ندرك بأنه خلال شهر واحد ما استهلكته أوكرانيا من قنابل أمريكية رغم ضخامة الصناعة الأمريكية في مجال تصنيع الذخيرة قد كان يتطلب إنتاجه أكثر من 5 سنوات من الصناعة الأمريكية، والحال هذا يعني يجب أن نلاحظ بأن بعض الدول الكبيرة في أوروبا لم يكن لديها من الجنود أكثر من 90,000 مقاتل تحت سلاح، وكثير منهم ليسوا دورهم قتالي مباشر، وبالتالي أوروبا تحتاج لفترة لكي تستطيع أن تكون شريك ندي مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى فيما يتعلق بقضايا الأمن الأوروبي. إذا استطاعت أوروبا الاستقلال الاستراتيجي هذا، كيف ستنعكس هذه الأمور على الداخل الأمريكي وعلى الولايات المتحدة؟ أذهب بهذه النقطة إلى شيكاغو سيد كريغ. سيد كريغ، هل تسمعني؟ كنا نتحدث إذا استطاعت أوروبا أن تصل إلى هذا الاستقلال الاستراتيجي، كيف سينعكس الأمر على جانب الولايات المتحدة؟ Yes. I'm sorry, could you repeat the question? أنا سأعيد السؤال مرة أخرى. إذن هناك العديد من الرؤى وهناك العديد من الآراء حول إلى أي مدى يمكن لأوروبا الوصول إلى هذا الاستقلال الاستراتيجي، حتى وإن كان بجدول زمني على حد بعض قول بعض الضيوف سيكون هذا من خلال جدول زمني طويل أو حتى إن كان قصير، ما الانعكاسات على الولايات المتحدة برأيك؟
أعتقد أن أوروبا بالطبع بإمكانها تطوير طرقا أكثر فعالية لإنتاج الأسلحة والذخيرة. على الرغم من ذلك أعتقد أن الولايات المتحدة ستطلع بمسؤولياتها. القلق الأوروبي أعتقد أنه أمر مسموح به في الانتخابات في نوفمبر. إذا تم إعادة انتخاب بايدن أوروبا لن يكون لها أي قلق. القلق سيكون إذا عاد ترامب للبيت الأبيض، ومن ثم قد تتغير سياسات الولايات المتحدة بالنظر لدعم الأوروبي. الولايات المتحدة الآن توفر الأسلحة والذخيرة للاتحاد الأوروبي وأيضا بالطبع أوكرانيا. أعتقد أن هذا أمر مناسب لأعضاء الاتحاد الأوروبي أن يقوموا بزيادة إنتاجيتهم، سواء كان في جدول زمني طويل أم لا. هم بحاجة إلى زيادة الإنتاج، وهذا يتطلب كثيرا من الوقت. فأعتقد أنها محاولة لزيادة إنتاجيتهم، ولكن بالنظر للوقت الزمني أعتقد أن هذا لن يؤثر على ما تفعله روسيا الآن. نأمل أن روسيا وغزوها لأوكرانيا أن ينتهي قبل هذا المقترح من الاتحاد الأوروبي أن يتم. نشكركم ضيوفي الكرام، وللأسف انتهى الوقت. بداية من القاهرة بشكر دكتور حسام البقيعي خبير العلاقات الدولية من لندن، نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في الناتو من واشنطن، دكتور سميرة تقي مدير مركز الشرق الأوسط للبحوث، ومن شيكاغو غريك كاتس الباحث في الشؤون الأمريكية. وطبعا الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا، كنا معكم. النقاش حول استراتيجية أوروبا الجديدة للاستقلال عن الولايات المتحدة في الأمور الدفاعية تحديدا، وتداعيات هذه الخطوة على حلف الناتو. غدا حلقة جديدة، موضوع جديد مطروح للنقاش. إلى اللقاء.